خلينا نقرا بعض الايات المتفرقه من كلمه الله. اولا من انجيل لوقا اصحاح 19 عدد 10. لوقا 19 10 لما الرب اتقابل مع زكا ودخل بيت زكا بيقول الرب كده: لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انجيل يوحنا صح 4 لما الرب اتقابل مع السامرية وبتسأله عن السجود. انجيل يوحنا اصحاح 4: انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن فنسجد لما نعلم، لان الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. نرجع تاني مرة تانية لإنجيل لوقا اصحاح 13 وعدد 6. قال هذا المثل: كانت لواحد من شجر التين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هوذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد إقطاعها، لماذا تبطل الأرض؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اترك هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا. آخر قراءة في العهد القديم من سفر التثنية أصحاح 10. هنختم قراءتنا من سفر التثنية أصحاح 10. فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل القلب ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. آمين. أنا هاخد العنوان من آخر آية قريناها في تثنية أصحاح 10 وعدد 12. ماذا يطلب مننا الرب؟ إيه اللي بيطلبه مننا الرب النهاردة؟ هنشوف. الأخ هريان في صلاته ذكر كلمة حلوة عجبتني، إن الرب فتش علينا وإحنا كنا فين؟ في الزبالة. فالرب أول حاجة بيطلبها في إنجيل لوقا 19 يطلب الهالكين، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لو حضرتك بتروح تشتري حاجة بتطلب أحسن حاجة موجودة. لو حضرتك بتصاحب واحد صاحب أفضل الناس، لكن يا للعجب وكل العجب، ابن الإنسان. وليه قال ابن الإنسان؟ الله الظاهر في الجسد. بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله بذاته ظهر في الجسد. يا للعجب وكل العجب إن الله أخذ صورة إنسان لكي ما يجعل الإنسان ابنا لله. يا للعجب وكل العجب. احنا نستاهل؟ ابدا. مكتوب عننا: ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا، الجميع زاغوا وفسدوا معا. خلي بالكم، الرب قال الايه دي لمين؟ لليهود اللي مفكرين نفسهم المنتقدين اللي انتقدوه ان هو محب للخطاه والعشرين. ذهب لكي يبيت عند رجل خاطئ. هم حاسين وشاعرين في انفسهم انهم افضل من الاخرين، لكن مفيش حد افضل من حد. حبايبي، الكل في الميزان، الكل تحت العصيان. الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. عشان جه الرب يسوع المسيح، عشان كده جه الرب يسوع المسيح عشان يفتش علينا احنا اللي كنا كالكلاب في اعين شعب الله. جعل مننا ناس اتقياء احباء. احنا كنا اعداء، لكن دلوقتي ايه؟ احباء. غير الحال معانا تماما. النهارده الرب بيطلب الهالكين عشان يخلصه، لان هو المخلص الوحيد. من المزود، قبل المزود، من بشاره الملاك للعذراء المطوبه مريم: الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، لذلك القدوس منك يدعى ابن الله، ويودع اسمه ايه؟ يسوع. ليه؟ لانه يخلص، هو المخلص. هل الاعمال هي تخلص؟ يا حبايب، لا نظن ان زكا خلص باعماله لما وقف كده وصرح: انا هدي نصف اموالي للمساكين.
وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف عشان كده خلص. لا، ده هو خلص قبل كده. هو آمن بالرب يسوع المسيح وكانت في قلبه أشواق إن هو يشوف الرب يتمتع بيه. خلي بالكم، الرب قبل ما يدخل بيت زكا دخل حياته، دخل قلبه في الأول وبعدين دخل بيته. أمال ليه هيدي نصف أمواله للمساكين؟ وليه إن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف؟ ليه؟ دي نتيجة الإيمان. الأعمال الصالحة نتيجة إيمانه بشخص الرب يسوع المسيح. الأعمال ما توديش السماء كما يدعي البعض إنه بأعمالهم الصالحة هيوصلوا للسماء. لا، الإيمان وحده، الإيمان وحده بشخص الرب يسوع المسيح المخلص والفادي هو اللي وديني السماء. أما ليه الأعمال الصالحة؟ نتيجة الإيمان. خلي بالكم في آية مكتوبة إيه؟ مخلوقين في المسيح يسوع. يعني مخلوقين؟ يعني خدنا خليقة جديدة في الأول لأعمال صالحة تيجي بعد إيه؟ بعد الخليقة الجديدة في أعمال صالحة نتيجة الإيمان. الإيمان يوديني السماء، الأعمال الصالحة تديني المكافآت. وعكس كده الناس. أنا كنت في مرة في جنازة ووقف واحد من رجال الدين كل كلامه عن الأعمال وبأعمالك، وبرضه جاب اللوم علينا إحنا، إن إحنا بنقول اللي خلاص في لحظة رماه عليا، لأن أنا كنت الوحيد اللي في المجموعة دي إني أنا يعني، فهو حاب يرميه عليا الكلمة دي. أوعى تصدقوا إن بالإيمان، لا ده بالأعمال. طيب، الحاجة الأولانية اللي شفناها إن الرب طالب هالكين. إحنا طب ليه يا أخ ممدوح؟ ما إحنا كلنا مؤمنين نشكر الرب. طيب وأولادنا؟ زكى الرب خلص بيته، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. سجان فيليبي آمن بالرب يسوع، آمن بالرب يسوع المسيح، فتعمل إيه؟ فتخلص أنت وأهل بيتك. السؤال ليا وليك، هل أهل بيتنا كلهم للرب؟ هل أولادنا وبناتنا كلهم للرب؟ يا بخت الأولاد كلهم للرب، يا بختي. لكن صعبة إن أنا أروح السماء وابني أو بنتي ما يروحش السماء. قال يهوذا لأخوه يوسف، كيف أذهب إلى أبي والغلام ليس؟ إزاي أنا هروح السماء واتمتع بالتهليل والأفراح الأبدية وابني ولا بنتي مش كونش معايا؟ مسؤوليتنا. الإيمان لا يورث، لكن نصلي من أجل أولادنا وبناتنا وأحفادنا أيها الأحباء. يبقى أول حاجة شفناها إن الرب بيطلب هالكين ليخلصه. طب بعد ما الرب يخلصنا إيه المطلوب مني؟ السجود. وده اللي بتسأل عليه السامرية. بعد ما نالت الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح بتسأل عن السجود، ومش أي سجود، ياما في سجود كتير. لكن طالب مثل هؤلاء الساجدين السجود الحقيقي، السجود الذي يرضي المعبود شخص الرب يسوع المسيح. مش أي سجود يرضي الرب، بالروح والحق. السجود يا حبايب مش فرض أنا بعمله، السجود حالة قلب داخلية. السجود مش شكليا، السجود مش شكل، مش ليا شكل اللي انا بسجد. لا، السجود حالة قلب داخلية. السجود يشبع قلب الرب، يرى من تعب نفسه ويعمل ايه؟ ويشبع. ان كنا نريد ان نشبع قلب الرب علينا بالسجود الحقيقي، علينا بالسجود الحقيقي ايها الاحباء. من ضمن اسماء اجتماع كسر الخبز اجتماع السجود، من ضمن الأسماء بتاعته. يعني ايه السجود؟ يعني الكل يسجد ويقدم كلمة شكر للرب. الرب طالبنا بالسجود يا حبايب، بيهم السجود. أيوة، تفتكروا لما شاف العشرة البرص كم واحد رجع عشان يقدم السجود للرب؟ واحد، ويريته كان من اليهود، غريب الجنس، غريب واحد. وساعات كتيرة، أنا مش بلوم حد، ساعات كتيرة في اجتماعاتنا يكون العدد مثلا 50 واحد واثنين ثلاثة يقدموا السجود للرب، والباقي أنا اللي خدت خير من الرب. فين السجود؟ فين كلمة شكر؟ حبايب ليكن عندنا شكر.
إذا كنا مش هنشكر في اجتماع السجود هنشكر إمتى؟ لو كل الاجتماع شكر مش هناخد أكتر من 10 دقايق أو ربع ساعة. وده ركن مهم في الاجتماع هو السجود. أنا بروح اجتماع صغير كده في مكان صغير خالص، أوضة ومقفولة ما فيهاش غير باب بس، يعني حتى في عصر كورونا كنت بروح المكان ده في القاهرة أهو، ما فيهوش غير باب بس ولا شباك ولا أي حاجة، ومزدحم ومليانين وملازقين ببعضين، ومعظمهم مش لابسين الكمام، والأصعب من كده يشغلوا المروحة عشان توزع ايه لو حد فيه يوزعها على الكل يعني. لكن كنت في غاية السرور والفرح. ليه؟ لو احنا 8 8 يشكروا، لو احنا 7 7 هيشكروا، الكل بلا استثناء يشكر الرب في اجتماع الذكر. الرب يهم السجود، يرى من تعب نفسه ويشبع. السجود اللي بيشبع قلب الرب ايها الاحباء. لكن حاجة تاني، مش بس الرب بيطلب الهالكين ليخلصهم ولا يطلب منهم أن يقدموا السجود لشخص المبارك، لكن يطلب منهم ثمر. ثمر، الثمر اللي بيشبع قلبه. وخلي بالكم دايما المؤمن اللي فيه ثمر تلاقيه متواضع. الشجرة المحملة بالأثمار تلاقيها، لكن الفاضية واللي بتتكلم في السياسة مرة وفي مش عارف ايه مرة فاضية، ناس فاضية يتكلموا في السياسة وما هم للأسف ما يعرفوش في السياسة. ممكن يتكلم في الكورة وهو ما يعرفش يعني يا دوبك، ويتكلم في الأوبئة وفي الحاجات الطبية وهو بعيد خالص عن الموضوع ده. فاضي فاضي. الرب يحملنا بالأسمار المقدسة. ثمر الروح، هل بيظهر في حياتي ثمر الروح؟ هل تظهر في حياتي المحبة والفرح والسلام واللطف طول الأناة والصلاح والوداعة والتعفف؟ هل تظهر فيا كده؟ هل الناس بتشوف فيا ثمر؟ يا رب ساعدنا. يا رب يمكن متأني سنة ورا سنة ورا سنة، يمكن نجيب ثمر، يمكن نجيب ثمر. واللي معاه ثمر 30 يا رب زيد شوية تبقى 60، يا رب زيد تبقى 100. أمين يا حبايب. الثمر لازم الإنسان المؤمن يعرف من الثمر. اختلط الحابل بالنابل للأسف في هذه الأيام، ودخل أناس خلسة إلى الكنيسة، ومن الصعب أنك تعرف المؤمن الحقيقي من غير حقيقي. الكل زي بعضيه. ليه؟ لان المؤمنين ما فهمش الثمر اللي يميزهم عن الاخرين. ربنا يساعدنا. ان كنا تأملنا في الثلاث حاجات دول كجماعة، هالكين ساجدين مثمرين، لكن الكلام اللي جاي لكل واحد منا على انفراد. كلام المذكور في تثنية ده على انفراد، كل واحد ياخده لنفسه. انا قبليكم وانت وانت، كل واحد ياخد النفس. وهو الكلام ده، اسمع يا اسرائيل ماذا يطلب منك الرب، ماذا يطلب منك الرب الهك الا ان تتقي الرب. نمره واحد، كلهم بحرف التاء، تتقي، تسلك، تحبه، تعبد، تحفظ. خمس امور لازم تتم في حياتي. الرب هيطلبها مننا النهارده. يطلب من كل واحد على انفراد، دي لغة الفرد. فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ إلى أن نمرة واحد، تتقي الرب. يعني تتقي الرب؟ التقوى هي مخافة الرب. التقوى الرب الوجود الدائم في محضر الرب، وجودي الدائم في محضر الرب، مش في الاجتماع، وجودي الدائم في البيت، في الشارع، في الشغل، في كل ظروف حياته طول اليوم في محضر الرب، هي التقوى. في تقوى شكلية، واحد يقفل لك الزرار الأخير، يربط لك الكرافت ويمشي لك متشنك، متهيله هي التقوى دي. لا، تقوى داخلية. داخلية معظم الخدمة النهاردة عن حالة القلب.
عندما يغير الرب القلب كل الأمور تتغير، كل المفاهيم تتغير. والرب أول حاجة بيطلبها من الإنسان، يا ابني أعطيني إيه؟ قلبك. ليه؟ لأنه هو القلب هو منه مخارج الحياة، كل البلاوي اللي بتحصل أساسها القلب، وكل الحاجات الحلوة لما يتغير القلب تطلع من القلب. تتقي الرب. هل أنا بتقي الرب في السر والعلانية؟ هل أنا لي صورة التقوى فقط قدام الناس؟ لنمتحن أنفسنا. الرب النهاردة بيطلب تقوى من كل واحد فينا، أن نتقيه، اتقيه في السر قبل العلن. معايا حد زي ما معيش حد، حد شايفني زي ما حدش مش شايفني، زي يوسف. يوسف اتقي الأمين، جات له الخطيئة، هو شاب فريعان شبابه والوحده ومحدش في البيت والدنيا ظلمة، لكن قال ايه؟ كيف اصنع هذا الشر، افعل هذا الشر القديم واخطئ الى الله؟ انا شايف الله، انا في محضر الله، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اخطئ، الرب شايفني، انا ليه علاقة مع الرب. دي التقوى الحقيقية ايها الاحباء، عشان كده كان ناجح في حياته. تاني حاجة، لتسلك في كل طرقه، السلوك، السلوك، السلوك المستقيم. مكتوب كده، طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيه. إن أرض طرق الله إنسان جعل عدوه إيه؟ سلمون. في طرق كثيرة بتظهر للإنسان إنها مستقيمة، لكن عقبتها إيه؟ طرق الموت. لنتحزن. الطريق الوحيد اللي نسلك فيه هو شخص الرب يسوع المسيح، اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق. الطريق. ليه ساعات كتيرة كمؤمنين ومغريات العالم وشهوات العالم تاخدنا ونميل كده؟ أنا كنت مضطهد في شغلي، بيضطهدوني في شغلي عشان كده. أنا قلت أول كلمة مسكت لما يعني مسكت شغلانة جديدة، فكانت الشغلانة دي المفروض فيها رشاوي، فانا هو حاطين الرئيس مخصوص عشان يختبرني. اول كلمه قلتها له، دخلت له المكتب قلت له بص انا كده، ما ينفعش ابقى كده. اول كلمه، يعلم الله، لان هو عايز كده، هو عايز يحابي كده، هو عايز يجامل كده، انا ما اعرفش كده، ما تعودتش على كده، انا تعودت على كده، ده مبدا حياتي واسلوبي كده، ما ينفعش. الكتاب بيقول لك ايه؟ حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ الرب ساعدنا، طريق واحد، هدف واحد، غايه واحده، ما تبقاش ليه سكتين، طريق واحد، لتسلك في كل طرقه وتحبه. مهمه دي، تحبه. ليه؟ لانه هو احبنا اولا. ذكر اخويا فريد في الصلاه، احنا لم نسعى، احنا ما حبناش الرب، ده هو اللي حبنا اولا، هو اللي أحبنا، وهو اللي فتش عليا، هو اللي جذبني من المزابل. حلوة حلوة الترنيمة بتقول ايه؟ جبتني من المزابل وجعلت ايه؟ اسم جديد. نعظم الرب حبايب، احنا اللي كنا واصبحنا، كنت اعمى والان ابصر، انا اللي كنت في الخطيئة والشر، ملوث بالخطيئة والشر، الرب طهرني ونقاني وخلصني وضمن لي حياة ابدية. نحبه. في ناس بتحب الرب بس بالكلام، تحب الرب بالكلام، يا رب احبك، يا رب يا قوتي. طب لو حصلت حاجة كده في السكة نزعل من الرب ونتنكد؟ لا، نحبه، يستاهل، يستاهل ان احنا نحبه يا حبايب، نحبه ونضحي علشانه ونبذل الغالي والنفيس ونقدم اغلى ما عندنا. مريم تقدم الغالي والنفيس، الناس ينتقدوها، ما خلي بالكم المنتقدين على ممر العصور موجودين. تصلي تلاقي المحاربات من اقرب مليك، هو كده، هي الطريق كده، منتقدين. وخلي بالكم اللي كانوا منتقدين واللي كانوا مؤثرين للاخرين
هم المتقدمون للأسف. انتهرها المتقدمون. راجل غلبان ومش شايف وعايز يشوف وعايز يجي للرب ويصرخ، اسكت، ما ينفعش. المتقدمون ده حتى التلاميذ انتهروهم، حتى الأطفال انتهروهم. حبايب، الرب ينزع مننا روح الانتقاد ويعطينا روح المحبة. روح المحبة للرب أولا، وعندما تفيض قلوبنا بالحب لشخصه نحب بعضنا بعضا بقلب طاهر بشدة، وتمتد محبتنا حتى للأعداء. قول يا رب زيد محبتي ليك النهاردة، يا رب ساعدني. يمكن الأيام اللي فاتت في أيام كورونا كنا بنفكر في الأمراض وفي وإحنا مشغولين ومش مشغولين، ونسينا نحبك يا رب، ونسينا نعيش ليك يا رب. ساعدنا واملانا بالمحبة لشخصك. أمين يا حبايب. يبقى الأول أتقي الرب، تاني حاجة أسلك، والتالتة تحبه، الرابعة تعبد الرب إلهك. تعبد هنا جاية بمعنى تخدم، تخدم الرب منين؟ من كل قلبك ومن كل نفسك. الرسول بولس قال كلمة إن هو في خدمة الرب ينفق وينفق. هو الرب عايز الخدمة دي، ايه رأيكم؟ بكل سرور، اما انا بكل سرور انفق وانفق من اجل انفسكم، وان كنت احبكم اكثر وحب اقل فليكن. ما ننتظرش، ما ننتظرش حبايب في خدمتنا للرب الناس يمدحونا والناس يسقفونا، لا. ممكن الناس ينتقدوك، ممكن الناس يهينوك، ممكن الناس يقول عليك كلام، لكن كفاية رضا الرب علينا حبايب. نخدم الرب. طب انا ما اعرفش اخدم الرب، اعمل ايه؟ اسمع الآية دي، السالك طريقا كاملا هو يخدمه. يعني لما نمشي صح دي خدمة للرب. خد آية تاني، ليكن عندنا شكر بنخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. خدمة مرضية يعني الشكر. أنا ما أعرفش أقف على المنبر وأدي خدمة، وأنا ما بعرفش أخدم، لكن أعرف أشكر، دي خدمة. أعرف أسلك كويس، دي خدمة. خدمات كتير. أعرف أتكلم في التليفون وأسأل على حد غايب، دي خدمة. أعرف أصلي من أجل المرضى والمصابين، أعرف أصلي من أجل الحزانة والمتألمين في الأيام دي، دي خدمة. في خدمات كتيرة حبايب نخدمه. أخيرا نحفظ وصاياه. لما يكون شخص عظيم محبوب ليك ويقول لك على بعض التعليمات أو بعض الكلام، حاضر، نعم، على عيني. فإحنا عايزين للرب، عايزين نقول للرب النهاردة وصاياك على عيني. وصايا تقيلة ولا خفيفة؟ خفيفة. وصايا الرب حلوة تفرح، كلام الرب حلو. مش أحفظه عشان أردده، لا، أحفظه في قلبي. لما نحفظ كلمة الرب، كلمة الرب تحفظنا من الخطأ، تحفظنا من الخطأ. الرب ساعدنا حبايب. إن كنا عرفنا امتيازاتنا لابد أن نعرف مسؤولياتنا. إن كان الرب أحبنا يطلب منا نكون ساجدين، يطلب منا ان احنا نكون مثمرين، يطلب منا ان احنا نتقيه كافراد يا حبايب. مش بس التقوى، وتاني والسلوك والمحبه والعباده لشخصه، وان نحفظ وصاياه الذي له الكرامه وكل المجد. امين.